نطول عليك. الله يسلمك. الوالدة عندي لا تقرأ ولا تكتب. أي. فأنا أبغى أختم عنها القرآن إن شاء الله في رمضان، فما هي الطريقة؟ طيب، الطريقة أنك تختم القرآن وتدعو الله تعالى لك ولها إذا انتهيتم، وخلها تستمع إلى القرآن كثيرا، شغلوا عندها المسجل أو تأتون تقرؤون عندها، وهي بإذن الله إذا سمعت القرآن يكون لها كأجر القارئ. بارك الله فيك. الله يحفظك جميعا.